للاسف يعني انا زعلانه ان انا اقول الكلام ده، بس اسمعيه مني احسن ما تسمعيه منه، اسمعيه مني احسن ما تسمعيه من مامته ولا من قرايبه ولا من ولا ساعه الخناقه ولا ساعه فضل الشر الانفصال. اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني، معاكم رضوى جلال وفي حلقه جديده من بيت العروسه. والنهارده يا ترى هقولك ايه في البيت او ايه الشيء اللي هوصله لك. بنات كتير قرت اسم الحلقه وتخضوا عروسه، ولكن ايه هو ده اللي انا عايزه اقوله لك النهارده ببساطه. خلينا نتكلم بشكل حياتي عن فكره الجواز. الجواز شيء جميل، نوع من انواع الشراكه، انسان يبقى معاكي، تكوين اسره، اولاد، استمراريه، فعلا سنه الحياه. بس خلينا برضو اقولك ان الحياه دلوقتي والظروف والضغوط وشكل اصلا الكون وحاجات كتير قوي، ودور الست في الحياه مع جوزها ومع ولادها، او حتى دور الست لوحدها قبل ما تتجوز او بعد ما تتجوز، بقى في اعتماد كبير علينا كستات في الحياه، زائد كونك زوجه. فكتير منا للاسف بيتعامل مع الجواز انه غايه مش وسيله، يعني بيبص للجواز ان هي نهايه خلاص المعركه والحياه والكده، انها اتجوزت خلاص هي وصلت للكنز، او يعني خلاص كده هو ده اكبر طموحها اكبر فكرها. انا ما بقللش ابدا من الجواز كقيمه وكشكل في الحياه وكشيء هيسعدك، وطبعا هو حاجه مصيريه يعني، بس انا بتكلم على فكره كل كانت تفكيرها انها ستفضل جميله وانيقه وكده عشان تتجوز، مش عارفه ايه، لدرجه ان في بنات بتقول جمل يعني تبهر، تبقى هي لا مخطوبه ولا تقدم لها حد ولا اي حاجه، تبقى مثلا في جامعه وتساليها مثلا تقولي لها هو انت ليه تشتغلي كذا ولا كده، تقولك ايه ان شاء الله بعد ما اتجوز هشوف حسب جوزي يعني عايز ايه، فبتبقي مصدومه يعني طب هو انت اتجوزتي، هو في حد تقدم يعني على اي اساس، حتى فرض مش موجود اصلا ان هو يعني ياخد لك قرار مصيري. في بنات بتبقى تقولك ايه ان شاء الله لما اتجوز هبقى ادرس، او ما اتجوز هبقى اشتغل مش عارفه ايه. انا للاسف يعني في جزء منه ليه علاقه بالاسر، ان كتير من الاسر للاسف بيضغطوا على بناتهم فما بياخدوش اي قرارات مصيريه في حياتهم بسبب ان هي اهلها مثلا رافضين او مانعين شيء معين، زي مثلا عايز تعمل مشروع، عايزه تدرس حاجه معينه خارجه عن مجالها وهكذا. بس صدقيني مش جوزك اللي هيقولك يلا انطلقي، حتى لو هو انسان مساعد ويعني هيوقف جنبك والكلام ده، بس هو مش ابدا مش هيبقى الانيشيشن، يعني مش هو اللي هيقولك اعملي. فعاده البنت اللي بتبقى منتظره تاخد قرارات مصيريه بعد الجواز مش هتاخديها، فعلا بمنتهى البساطه شبه مستحيل، لان كميه الاعباء. اذا كنت دلوقتي عندك وقت ساعه او ساعتين او 10 ساعات فاضيه، انت بعد الجواز بتبقى بتتحسب بالدقائق، بتبقى في اولويات في حياتك. فاذا ما كانش في سيستم واضح او شيء معين، هدف معين انت اصلا حددتيه من قبل، حتى لو الهدف ده ان انت تنشئي اسره واولاد، بس هتربيهم بطريقه معينه مختلفه، او هتربيهم بطريقه عاديه بس هتتعبي فيها مثلا وتطوري فيها، هتدرسي حاجات معينه في الموضوع، يعني في حاجه واضحه انت رايحه لها. وخلينا يعني نفرق جدا بين ان انا بقول ان لا يعني فكره الست بس تبقى ست بيت او كده، وبين ان يكون ليكي هدف. انت ممكن زي ما قلت لك تكوني ست بيت بس في اهداف واضحه لاسرتك، وعاده حتى لو جوزك مثلا شغال في مجال او شيء انت بتساعديه وهكذا، عمرك ما هتساعديه بدون ثقافه وبدون علم وبدون حاجات انت حصلتيها اصلا قبل ما تقابليه. فهو باختصار فكرة ان انت تبقى عروسة شيء جميل، البيت شيء جميل، بس انت عمرك ما هتبقي عروسة سعيدة او يعني شريكة حياة سعيدة بدون ما تكون انت ليكي هويتك، وعارفة انت تبسطي نفسك في الحياة ازاي، عارفة ان انت تبقي عندك يعني عندك جزء اللي هي الانا بتاعتك موجودة اوريدي، مش خلاص ساحت وسط كل حاجة، انت ما بقيتيش حاجة اصلا. انا مش بقول على فكرة التضحية او فكرة ان انت تكوني مركزة مع ولادك وجوزك وكده، انا بتكلم على ان هي مش عارفه هي رايحه فين. هو اليوم زي ما بيجي، زي ما هنطبخ، زي ما هنروح، زي ما هيعملوا الولاد، زي
مفيش اي حاجه. فده للاسف بيبقى نتيجه ان هي من الاول كان اكبر هدف في حياتها يوم الفرح فستان المكياج التحفه. عملت دايت طبعا 17 سنه لحد ما وصلت لليوم ده. بعد كده انسى بقى، انسي كل حاجه، انسي شكلك، انسي جسمك، انسي عقلك، انسي طموحك، انسي كل حاجه. انت لو من الاول في حاجه واضحه وعارفه ان الجواز وسيله وليست غايه، ان هي شيء حلو وجميل وكل حاجه، بس ده موجود عشان نكون احنا اسعد وحياتنا اريح وحياتنا مستقره ويكون في شكل للحياه عشان اعرف اعمل الحاجات التانيه او اهدافي التانيه، او اكون انا كشخص بالانسد يعني متوازن فاقدر اعمل حاجات تانيه. لو انت بالتفكير ده هتبقي سعيده، مش شكلك مش هيتغير بعد الجواز، اهتماماتك مش هتتغير بعد الجواز، هتقل في حاجات وقتها هيقل بس هتختلف. يعني اللي كانت بتلعب رياضه قبل الجواز وبتقعد في الجيم 3 4 ساعات عشان فستان الفرح، هي الشخص دي اللي هتلاقي ان الوقت ضيق في الجواز هتلعب رياضه نص ساعه مع يوتيوب او كده. الشخصيه اللي كانت بتقعد بالساعات في المكتبه بتقرا هتلاقي ان الوقت بقى ضيق، هتقرا كتب ملخصه على الانترنت وكده. اللي كانت بتعمل دراسات وبتروح الجامعه وبتحضر ماجستير هتعمل جزء من الدراسه في البيت. يعني الموضوع مش بالشكل اللي كده، بدليل ان احنا شايفين نماذج كتير جدا ناجحه ودكاتره الجامعه ومتجوزين ومخلفين وناس مشهوره ومتجوزين ومخلفين وناس، يعني فالموضوع مش زي ما انت متخيله. نصيحتي برضو ان انت بتجذبي الشخص اللي مناسب ليكي. يعني لو انت كملي عادي في حياتك في شغلك في انشطتك، ابدا ما تغيريش شكل الحياه عشان تعجبي حد او عشان واحد معين يجيلك وهكذا. لو بقناعه شخصيه انت حبيتي تغيري مجال لمجال، او خلاص مثلا كنت بتلعبي رياضه معينه عايزه تبطليها، مش عارفه ايه كنت بتعملي والله انشطه بقت تقيله عليكي، اوكي. بس انا اقصد انت ما تغيريش شكل حياتك عشان تتجوزي حد معين او تاخدي شكل معين. عاده الناس دي بترجع لشكلها الاصلي مجرد انها تتجوز. ف اللي انا عايزه اقوله لك ان انت لما بتبقي في طريق، الطريق ده عاده يعني لو انت مركزه فيه وعارفه اهدافك في حياتك قد تجدي شريك حياتك في طريقك ده ويكون بنفس تفكيرك وبنفس اهتماماتك وتعملوا حاجه كويسه سوا. فما تخليش الموضوع كله مركز ان ايه انا عايزه اتجوز وخلاص وبعد كده مفيش حياه. الجواز عروسة، ولكن ان انت ليكي حياتك، ليكي تفكيرك، ليكي شخصيتك واهتماماتك. الراجل لما بيلاقي الست عندها يعني شخصيتها كاريزمتها اهتماماتها عارفة ازاي تبسط نفسها، مش معتمد عليه 24 ساعة، خرجني جبني هاتلي اعملي انا زهقانة انا عاملين، هو ماله يعني؟ هو انسان برضو ساعات ما مش عايز يعمل حاجة لحد يعني. ف اللي هو ده كده بيتخنقوا وبيتفشوا، وانتوا اكيد شفتوا يعني، انا مش هقعد اقول اللي بيحصل. فلما تكون انت ليكي حياتك ومهتمه ومركزه وليكي صحبات معينه وليكي شغلك وليكي السوشيال لايف بتاعتك او اهتماماتك، حتى لو ما بتشتغليش انا زي ما قلت لك في 1000 حاجه تتعلميها 1000 حاجه تعمليها، هو هيحترم ده وهيحس دايما ان انت شخصيه جذابه عندك جديد بتقوليه، بتيجي تتكلمي معاه تعرفي تقولي حاجه. لكن لو انت كل حياتك انتهت عند يوم جوازك، ثقافتك انتهت عند يوم جوازك، تفكيرك انتهى عند يوم جوازك، انت مش هتلاقي حاجه تقوليها له. بعد شويه تبقي انسانه ممله ما مالكيش اهتمام، فقدتي كل جاذبيتك سواء كانت العقليه او الشكليه او الاهتمامات، خلاص هو قاعد مع حد قديم. للاسف يعني انا زعلانه ان انا اقول الكلام ده، بس اسمعيه مني احسن ما تسمعيه منه، اسمعيه مني احسن ما تسمعيه من مامته ولا من قرايبه ولا من ولا ساعه الخناقه ولا ساعه فضل الشر الانفصال. فاسمعيه مني ويعني انا بحاول اقول لكم جزء يا بنات واقعي، مش حدش هيقوله لكم، الناس كلها هتقول لكم الف مبروك يا حبيبتي ركبي المش في الفرح واعملي وارقصي ويلا يا جميله ومش عارفه ايه وكلام انترنت، ولكن الواقع غير. فيا رب يكون الحلقه عجبتكم، قاسيه شويه بس ده عشان تبقي عروسه قمر وجميله وحياتك كلها سعيده. يا رب يبارك لكم كلكم، وانتظروني في حلقه جديده مع بيت العروسه. باي باي.